اشياء نحققهم سوا لهالسنة الجديدة، نصايح جمالية تتبعوها بسنة 2023. هيدي السنة هي سنتي. هابي نيو يير، ينعاد عليكم. ان شاء الله هيدي السنة سنة 2023 تكون سنة خير عليكم وصحة اكيد، وتحققوا كل شيء عبالكم تحققوه. هلا هاي صبايا، انا جوا. اليوم رح نكون عم نحكي عن السنة الجديدة، كيف بدنا نغير حالنا بهالسنة الجديدة. بس قبل ما نبلش، ما تنسوا تعملوا فولو لهي معي على انستغرام، تعملوا لي فولو لإلي على انستغرام، تعملوا سبسكرايب لهيدي القناة، وكمان ما تنسوا تزوروا موقع هي لتشوفوا كل المواضيع اللي بتهمكن من موضة، لايف ستايل، ومكياج، وكتير غيرها. اكيد كلكن مثلي، كل سنة منقول ها هي السنة، يعني هالسنة رح نغير كل شي بحياتنا، رح نصير انسان جديد، رح نحقق كل شي. بس هالسنة عن جد رح نحقق كل شي. قبل ما نبلش بشو بدنا نحقق هالسنة، بدنا نشوف شو حققنا السنة الماضية وقدي قدرنا نحقق من مخططاتنا. انا بعرف من حالي انه بكتب انا كل سنة بالنوتس على ماي فون شو بدي حقق للسنة الجاية. ما بعرف اذا بدكن، بس بفتكر راح فوت على النوتس ونقريهم سوا ونشوف شو حققت وشو ما حققت. باي ذا واي، هول النوتس كتبتهم باول اسبوع من 2022 وبعد ما فتحتهم، سو انا ناسية شو انا حاطة وعم شوفهم لأول مرة معكم. فخلينا نشوف شو طلع معنا. 2022 resolution. أول وحدة هي إنه اهتم بالمنتل هيلث تبعي، يعني الصحة النفسية تبعي. هيدا الشيء عملته فرح نحط يس. تاني وحدة هي إنه ما أصرف كتير، يعني أوكي فينا أصرف بس لازم ضب شوي على جنب، وهذا الشيء عملته. تالت وحدة هي إنه أقضي أكتر وقت مع عائلتي. هالسنة بفتكر أكتر سنة بجرب أقضي وقت مع أهلي، جيت قضيت كل الصيفية بلبنان، ف كمان رح نحط يس. هلا شي ما عملناه إنه كان بدي أوصل ل 500,000 متابع على يوتيوب شانل تبعي، سو هيدا ما رح نحط إنه حققناها، رح نتركها بركة لهالسنة. كمان ما حققت إنه كان بدي أكتب غنية ووزعها، كان لازم بس ما قدرت. وللي ما بيعرف ايه، انا بغني، كل عائلتي عائلة موسيقية وكتير بحب غني بس بستحر شوي. سو هيدا كان تحدي لإلي وما حققته. هلأ شي عملته هو انه يكون عندي براند ديل كبيرة، يعني مع انترناشنال براند، يعني اشتغل مع ماركة كبيرة للسوشيال ميديا، لانستغرام او يوتيوب. هذا الشي حققته. الشغلة اللي عملتها هي انه اهتم بالسكين تبعي، اهتم ببشرتي. هذا الشيء كتير اشتغلت عليه بهالسنة وما قفت ولا نهار اعمل سكين كير روتين تبعي، سو هيدا كمان فينا نحط انه حققنا. واخر نقطة هي انه اقضي اكتر وقت كواليتي تايم مع جوزي، وهذا الشيء كمان حققته، سو كمان رح احط انه يس. بس في كتير اشياء هالسنة لازم نزيدهم على هيدا الليستة، سو هلا رح نكون عم نحكي عن هيدا الشيء. اتركوا لي بخانة التعليقات انتو شو عبالكم تحققوا لهيدي السنة، وكمان بركي تاخدوا افكار من اللي انا بدي حققهم نحققهم سوا. كل هول النقط اللي رح نحكي عنهم هن قصص كرمال نحسن حالنا، كرمال نحنا نهتم بحالنا، سيلف كير. وكمان رح يكون في قصص جمالية معقول انه تساعدنا انه يكون عنا ثقة اكتر بحالنا. اول نقطة بدي احققها لهيدي السنة هي انه اشرب اكتر مي وخفف المشروبات الغازية، لانه هيدا الشيء انا كتير بستصعبه، ما بشرب مي، بشرب قهوة ومشروبات غازية، اوقات بيقطع النهار كله وبنسى اشرب مي، وهذا الشيء ابدا مش منيح لجسمي ولا بشرتي ولا كل شيء، سو لازم انتبه على هيدي النقطة. تاني شيء هي انه بلش اعمل سبور، بلش اعمل رياضة، لانه بطل عمري 22 سنة، بطلت فيني انه ما اعمل رياضة. هالسنة رح صير عمري 29 سنة، فقربت على 30، فانه جسمي بلش يبطئ الميتابوليزم فيه، وكمان صار في كتير تغييرات بجسمي، فهيدي النقطة ضروري بلش فيها، لانه ابدا مش منيح انه انا كيف عايشة حياتي. نقطة كمان هي انه صير اطبخ اكتر، لانه انا عندي تندنسي بميل اكتر انه اطلب اكل، لانه بحس انه بس في انا وباسم، بحس انه مش حرزانة اطبخ، بس مش منيح انه نضل نطلب اكل كل يوم، لانه معظم الاكل اللي بنطلبه ما بيكون صحي، فاحسن نعمل اكل بالبيت، اول شيء اوفر، ثاني شيء احسن لصحتنا. هلا هيدي النقطة كتير مهمة لكلنا، لانه نحن كتير هيدا عصر السوشيال ميديا كتير اخذ من وقتنا وحياتنا،
بدي هالسنة صير أقعد أقل على تليفوني، يعني أقضي وقت أكتر بالحياة، تعيش اللحظات، مش ضلني على تليفوني هيك مركز مع العالم. بفتكر هيدا الشيء كتير منيح لصحتنا العقلية، وكمان كتير منيح إنه منصير نشتغل أكتر، منصير more productive بالحياة، لأنه أنا بعرف من حالي إنه كتير بقعد على ماي فون، وكتير بعدين بقول إنه كان فيني كون عم بشتغل بهذا الوقت وكون عم بحقق أشياء. So رح صير قدي إن شاء الله أقل وقت على ماي فون. هالسنة عبالي سافر أكتر كمان، لأنه بحس بس نسافر منكتشف أشياء جديدة، وهيدا الشيء بيغيرنا إلنا كإنسان. يعني نحنا منصير عنا أكتر معرفة بحضارات جديدة، نحنا منصير أكتر educated ومثقفين، وهيدا الشيء بحس بغير كل إنسان. أنا كتير بحب إنه بس أتعرف على عالم يكونوا مسافرين كتير يخبروني اكتشف إشياء جديدة عن غير حضارات، أنا بلاقي إنه هيدا الشيء كتير interesting. كمان هيدا السنة عبالي إنه أتعلم a new skill، يعني حرفة جديدة شو ما كانت، بعد أنا ما قررت شو هي، بس إنه بس لقي شيء حبه عبالي إنه أتعلمه مزبوط، تيكون عندي new skill بالحياة. حلو إنه دايما نتعلم حتى لو صرنا كبار، حلو انه نضلنا دايما نتعلم اشياء جديدة. مثل ما قلت قبل انه انا جربت انه شوي صمد مصاري على جنب سنة الماضي، لانه انا وباسم عبالنا انه نعمر بيت، فان شاء الله انه هالسنة يكون السنة انه نبلش نعمر هيك شي سوا. هلا انتو بركي تحطوا هدف انه تجمعوا مصاري لغير اسباب، مثلا عبالكم تجيبوا لابتوب جديد، عبالكم تسافروا، عبالكم ما بعرف شو ما بدكم تعملوا، فإذا هيدا الشيء كمان بهمكم فيكم تكتبوها نقطة إنه شوي نصمد مصاري عجب. آخر نقطة هي إنه نتعلم نحب حالنا. بعرف إنه مش من نهار للتاني رح نصير نحب حالنا، بس فينا كل يوم نعمل شيء جديد يخلينا نحب حالنا أكتر، لأنه هيدا الشيء رح يساعدنا يكون عنا ثقة بحالنا أكتر ونكبر أكتر، وبعدين نفوت على المجتمع بطريقة غير. هلأ كيف بدنا نحب حالنا أكتر؟ هيدا الموضوع بده فيديو لحاله، بس رح أعطيكم هيك كم نقطة صغيرة. أول وحدة، إذا بنعمل رياضة، إذا بنهتم بجسمنا، إذا بنهتم ببشرتنا، بشو بناكل، هول كتير بيساعدونا لنحب حالنا، لأنه نحن رح نكون مرتاحين بجسمنا أكتر. تاني شي هي إنه نظهر من الكومفورت زون تبعنا، لانه اذا ظهرنا من الكومفورت زون تبعنا رح نكبر وننضج، وهذا الشيء رح يساعدنا انه نحب حالنا. ثالث شيء هي انه ما كثير يهمنا راي العالم. بعرف انه هذا الشيء شوي صعب، بس يو كان دو ذس. بهالسنه الجديده بدنا نحقق اشياء، بس قبل ما نحقق الاشياء لازم نكون ممنونين على كل شيء عنا اياه، من صحه، من عائله، من اصحاب، من انه قادرين نتعلم، من كثير اشياء. حتى اذا عنا القدره انه ناكل لازم نكون ممنونين، لانه في كتير عالم هيدا الشغلة الصغيرة بركي مش قادرين يعملوها. سو كونوا ممنونين على كل شيء بالحياة، حتى الاشياء الصغيرة. نحن اوقات كتير بناخد اشياء for granted، ناخد الاشياء يعني منفكر انه ايه كلنا فينا ناكل، ايه كلنا عنا تخت، كلنا عنا بيت، بس مش مزبوط. في ناس عن جد ما عندها هالاشياء الصغيرة، فلازم نكون ممنونين على كل شيء. وهيك برجع بقلكن ان شاء الله هالسنة تكون سنة خير عليكم، وتحققوا كل الاشياء اللي عبالكم تحققوها. انا كمان رح ارجع بركي سنة الجاي وقلكن شو حققت وشو عملنا سوا. اذا حبيتوا الفيديو بليز ما تنسوا تعملوا لايك، وما تنسوا تعملوا فولو لهي ماغا على انستغرام، تعملوا لي فولو لإلي على انستغرام، تعملوا سبسكرايب لهيدي القناة وتزوروا موقع هي. بشوفكن الاسبوع الجاي، باي.